حديقة الحيوان في مصر. المواطن المصري اللي هتشوفوه ده، الوضع الطائفي في العراق صعب جدا، سنة وشيعة، وفي تقسيم حقيقي يعني، حتى وإن تظاهر السياسيون بغير ذلك يعني. فلما يبقى في مواطن مصري وهنا حبسوه، بيقول إنه كل تهمته يعني اصطادوه طائفيا يعني، هو سني وعايش في منطقة فيها شيعة يعني، بالتأكيد ممكن تكون في أسباب مختلفة، لكن كمان واضح إن الطائفية متغلغلة. فهل ذهب المواطن المصري ضحية لهذه الطائفية؟ هو مسجون الآن في سجون العراق. منذ أكثر من 15 عاما وبعيد أحداث سقوط العراق، اختطف أحد المصريين الوافدين بالعراق من بين أسرته وأشقائه ليودع بأحد أشد السجون العراقية بتهمة أنه سني لا شيعي بحسب روايتهم. جينا مصر بقالنا 15 سنة بعد ما اعتقلوا جوزي وخدوه مننا، رحنا السفارة المصرية هناك ورحنا ادونا مكتب شيوخ العرب ورحنا لهم، وبعد كده قالوا لنا خدوا عيالكم وسافروا وسفروهم احسن حاجة. دخلوا علينا البيت كنا عند ابو احمد سيد العرب السلام، وخدوا محمد اول اخويا وخدوا ابو احمد وطلعوا، وبعد كده لما قفلوا علينا الباب من بره، فلما عرفنا نفتح وطلعنا، فاتصلت بصديق ليا تاني قال يوم خدوا اخويا برضه نفس الطريقة. دننا في الموضوع ده هوت فترة طويلة يعني، ما عرفناش مكانه أكثر من 3-4 أيام، ما عرفش مكان أخويا. أصلا جايين كده متبهدلين يعني، إحنا ما خدناش أي حاجة، كانوا خدوا ابن الصغير وضبعوا وقالوا ما كنتش تديني دهب كان إحنا هنموته بعد ما ضربونا وبهدلونا، وخدوا دهبي وخليتهم يسيبوا الواد الصغير. قال ابني ولا دهبي؟ ابني. يا والدي أصلا مسافر من زمان وهو صغير يعني، عاش وسطهم من هناك. لو هو راجل مش كويس كان اتحبس قبل كده، بس هو ملوش اي حاجه المره دي، بس عشان الميليشيات بس تصفيه حسابات بيناتهم، احنا مالنا ومالهم. اسرته التي نجحت بالعوده الى مصر لا تعلم عنه سوى ما ياتيهم به البريد من اخباره دون كثير من التفاصيل. ما فيش اخبار عنهم غير جوابات من الصليب الاحمر، وكل 4 أشهر 5 أشهر جواب. لو اسمك عمر او ابو بكر او اي حاجه هتتضرب، هيهينك انت سني. بعد دخول القوات الامريكيه دخل العراق واعتقلوني انا برضو معاه فتره طويله، وقدرت انا اجي الحمد لله، تم الافراج عني، واخويا ما افرجوش عنه لحد دلوقتي. انا اعتقلوني 100 يوم بالظبط، 3 شهور و10 أيام بالظبط قعدت في المعتقل. انا جابوا لي يعني ناس عرفتني هناك وقدروا يطلعوني، بس هم خدوا اموال فلوس كتير مننا بصراحه يعني، خدوا من مبلغ كبير، خدوا 10,000 دولار ساعتها عشان يطلعوني. اسره محمد حسين المصري المعتقل بالعراق تناشد سلطات مصر التدخل لمحاولة إطلاق سراحه وإعادته لوطنه. أنا لأخويا لو مات هناك كان أحسن لي بصراحة يعني، أنا لو أعرف إنه مات واندفن انتهى الموضوع على كده. أما هو على طول بيقول شوفوني ابعتولي خدوني قولوا لي مصر هتحاكم هناك، أنا قاعد هناك في السجن بس أشوف عيالي. طبعا يعني نتمنى ان السلطات المصريه تتدخل في محاوله لانقاذ هذا المواطن المصري اللي ربما يكون ذهب ضحيه للطائفيه المتغلغله في العراق.